السلام عليكم طلاب، محاضرتنا لهذا الأسبوع هي مكملة للمحاضرة السابقة بخصوص موضوع الأوسيليترز، وأخذنا بالمحاضرة السابقة نوع من الأوسيليترز يسمى الRC أوسيليترز، لأنه معتمد في بناء الدائرة والفيدباك سيركت الخاصة بالأوسيليتر على الR والC نتورك. اليوم راح نأخذ نوع آخر من الأوسيليترز اللي هو التيوند أوسيليترز. طبعاً الRC أوسيليترز مثل الفين بريدج أو الفيس شيفت أوسيليتر كلها عادة تكون ضمن ترددات قليلة، يعني حدود الماكسيمم فريكوانسي اللي توصل لهذا النوع من الدوائر هو حدود 1 ميجا هرتز. لما أكون محتاج إلى دوائر أعلى بالتردد أوسيليترز بترددات أعلى أحتاج إلى التيوند أوسيليترز واللي هي based on الLC feedback سيركت. يعني عندي الفيدباك سيركت راح تكون مكونة من محطة ومتسعة، تصير عندي تيوند بتردد معين فتعمل عمل فلتر كأنه باند باس فلتر يعبر فقط هذا التردد واللي راح يشتغل به الأوسيليتر. بما أنه ترددات هذا النوع من الأوسيليترز هو أعلى من 1 ميجا أو أعلى من ترددات الRC فلترز، عادة ما نلجأ إلى استخدام الأوبريشنال أمبليفايرز بهذا النوع من الأوسيليترز. طبعا معروف لأنه محددة بتكبير معين، وعندي أخذناها بالمحاضرات السابقة اليونيتي جين فريكوانسي عادة يكون قليل لهذا النوع من المكبرات الأوبريشنال أمبليفاير، ولذلك دائما نلجأ في التيوند أوسيليترز إلى البايبولار جنكشن ترانزستور والفيت ترانزستور. في هذا السكشن راح نأخذ أنواع مختلفة من التيوند أوسيليتر، من ضمنها الكولبيتس أوسيليتر، الكلاب أوسيليتر، هارتلي كريستال أوسيليتر، وأرمسترونغ أوسيليتر. نبدأ بالنوع الأول من هذا التيوند أوسيليتر اللي هو الكولبيتس أوسيليتر، وطبعا الاسم جاي نسبة إلى الشخص اللي اكتشف هذا النوع من الأوسيليتر سمي باسمه. هذه الدائرة اللي أمامي توضح لي البيسك configuration للكولبيت أوسيليتر. ألاحظ أنه عندي تكبير IV أي مكبر سواء ترانزستور أوبريشنال أمبليفاير أو أي نوع، وعندي دائرة فيدباك. الفيدباك مكون من محاثة ومتسعتين C1 C2، وعندي الأرض يكون في منتصف المتسعتين. عندي الأنبوت بهالنقطة، الأوتبوت مال الفيدباك سيركت يكون هو فيدباك فولتج للانبوت للامبليفاير. لاحظ هذا النوع عندي الكولبيتس بشكل عام هو متسعتين ومحاثة، هسه نشوفه عكس الهارت لأوسيليتر يكون عندي تصميمه بشكل مختلف. هذه الدائرة أو هذه الكومباينيشن بين المتسعات والمحاثات يضمن لي أنه يكون عندي في تردد معين واحد فقط الفيز شيفت 180 درجة، و الامبليفيكيشن في البيتا يكون يونيتي. التردد اللي يعمل به هذا النوع من الأوسيليترز عادة يكون عندي بمعطى بالقيمة 1/2π جذر C total، وC total هنا راح تكون عندي هذه المتسعتين تظهر في الدائرة كأنه توالي، فأعرف أنه المتسعات التوالي يكون عندي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم مثل ما أشوف في هذه المعادلة. إذن التردد محكوم عندي بالمعادلة 1/2π جذر LC، وC هنا راح تكون عندي هي عبارة عن المتسع المكافئة للمتسعتين C1 وC2 بشكل توالي، فC1 في C2 على C1 زائد C2. الأتنيويشن فاكتر اللي هو بيتا لهذه الفيدباك سيركت يكون عندي، لو ألاحظ لاحظ أنه الأرض هنا موجود وهذا الطرف من المتسعة، يعني طرف من المتسعة سنجي إلى C2 طرف مربوط إلى الأرض، الطرف الثاني وين مربوط إلى الأوتبوت. كذلك بالنسبة إلى C1 طرف بالأرض، الطرف الآخر مربوط إلى الأنبوت. إذن الفولتية على C1 هي الـ V out، والفولتية على العفو C2 هي الـ V out، وعلى C1 هي الـ VF الـ V feedback الـ V in، يعني الـ V in على C1 والـ V out على C2. أعرف أنه هي بيتا هي الـ VF على الـ V out، نسبة فولتية الفيدباك اللي راجعة من الـ output على قيمة الفولتية الـ output. فإذا أخليها في المعادلة
راح يكون عندي بيتا تساوي لي VF على VOUT واللي هي I في XC1 على I في XC2. الI طبعا راح تختصر عندي، تبقى عندي XC1 على XC2، وبما أنه XC هي 1 over 2 pi فراح تنقلب C2 تصعد عندي للبسط والC1 تنزل للمقام، ويكون عندي بيتا معامل الاتنيويشن فاكتور هو C2 على C1، يعني كأنه بالعكس صاير مو C2 على C1، الأوتبوت على الأنبوت كأنه. وبالنتيجة التكبير أعرف أنه أنا حتى يشتغل عندي الأمبليفاير الأوسيليتر بالتردد الصحيح وبالشكل الصحيح يجب أن يكون عندي مينيمم هي الأي في معامل التكبير في بيتا تساوي لي واحد. زين، فإذا من هذه المعادلة أقدر أشوف أنه أي في يساوي لي C1 على C2، لأن هذا إذا أضربه في بيتا راح يصير واحد. حقيقة هذا هو المينيمم required amplification حتى تشتغل الدائرة عندي بشكل صحيح. لكن حتى يعمل بشكل فعلي الأوسيليتر أحتاج أنه تكون هذه الAV slightly higher than one، يعني أعلى بقليل من هذه القيمة. يعني حقيقة الAV القيمة الفعلية إلى الصحيحة هو أن يكون C1 على أكبر من C1 على C2، يعني هذه المساواة في معادلة 13 هي المينيمم requirement حتى أخليه يشتغل وأكون في السيف سايت شوية، أخلي الـ AV أكبر من C1 على C2. الشكل اللي أمامنا يمثل لي طرق مختلفة لربط الفيدباك سيركت بالترانزستور، وممكن عادة هي أكثر نوعين مشتهرة في ربط الأوسيليتر هو هذا الطريقة اللي هي عندي أمبليفاير أصم بها الشكل الاعتيادي اللي هو كومن إميتر، وعندي بايباس كاباستر للآر إي، وعندي متسعة هنا أخليها للأنبوت حتى تفصل الأو بين الأوتبوت والأنبوت، لأنه إذا أخليها راح يصير شورت سيركت عندي هنا، فالدي سي بايسنج راح يختلف، فنخلي متسعة تفصل، وهذه ما راح تأثر عندي على التردد، تكون قيمتها كبيرة كافية لأنه تكون شورت سيركت بتردد الأوسيليتر. النوع الثاني من الربط هو هذا تكون عندي على الكولكتر المحاثة، وهذا الـ RFC اللي هو يسموه راديو فريكوانسي شوك، يعني خانق للترددات العالية، تكون قيمته كبيرة أكبر بهواية من قيمة الـ L، فالتردد راح يكون محكوم عندي بهذه الدائرة C1 C2 و L، وهذا يعتبر كأنه open circuit في هذه التردد لأنه قيمته جدا عالية. لاحظ هنا بهذه الطريقة أستخدم محافظة حتى أفصل دائرة الفيدباك وأرجع من عندها المتسعة، وهذه تكون قيمتها كبيرة، وأيضا في هذه الدائرة تكون قيمة C3 عالية بحيث تكفي أن تكون short circuit للتردد. عادة بهذه الطريقة يؤخذ الأوتبوت مو من الكولكتر directly من خلال محولة، وهسه نشوف ليش الغاية من عندها، لأنه أني اللود في هذه الدائرة أيضا يأثر على الأمبليفيكيشن، وبالتالي يأثر لي على الكواليتي فاكتور ويأثر لي على التردد، وهسه نجي نشوفها بالمقطع اللاحق. مثل ما ذكرنا هذه العملية أنه الفيدباك سيركت مربوطة عندي بين الأنبوت والأوتبوت سواء في هذه الدائرة أو في هذه، فش راح يصير عندي ممانعة الانبوت في هذه الدائرة راح تأثر لي على الكواليتي فاكتور للتيون سيركت. كل ما يقل عندي الكواليتي فاكتور التردد راح يتغير عندي، محكوم بمعادلة اللي نشوفها أمامنا اللي هي 3.11 تردد الرنين أو تردد الفريكونسي اللي يعمل به الأوسيليتر راح يكون عندي 1 over 2 pi جذر LC مضروب في الكواليتي فاكتور سكوير على الكواليتي فاكتور سكوير زائد واحد. فكل ما يكون الكواليتي فاكتور عالي هذا الترم يكون قريب الواحد يهمل، لكن لما تكون عندي ممانعة الانبوت الزد ان قليلة راح تأثر على الكواليتي فاكتور ويتأثر تردد الأوسيليتر. عادة كقاعدة اللي الليمت اللي او الثريشولد اللي نعتبر السيركت الكواليتي فاكتور جيد او لا، هل التردد تغير او لا، هو مقدار العشرة. يعني اذا الكواليتي فاكتور اعلى من 10 اعتبر انه الكيو سكوير اوفر كيو سكوير زائد 1 هي
قريب الواحد، وأعتبر تردد القطع فقط محكوم بالمعادلة الأولى. أما إذا الكواليتي فاكتور أقل من 10، لا راح يكون عندي تردد القطع يقل وتظهر عندي إفكت مال الانبوت سيركت على التردد. أيضا عندي ممانعة الاوتبوت اللود اللي أربطها على الاوتبوت مال الترانزستور. عفوا قبل أن ننتقل لهذه النقطة، ذكرنا أنه الانبوت امبيدنس راح تأثر، ولذلك أغلب الأوسيليترز بهذه الدائرة الكولبتس أوسيليتر يستخدم الفت. ليش؟ لأنه ممانعة الانبوت عندي جدا عالية بالنسبة إلى الفت، ولذلك أغلب الدوائر اللي تستخدم الكولبتس أوسيليتر تلجأ إلى الفت ترانزستور حتى يكون هو المكبر، وبهالحالة راح يصير عندي ممانعة الانبوت عالية جدا. لكن عندي أيضا عامل آخر يأثر على الكواليتي فاكتور ويأثر لي على التردد، اللي هو ممانعة اللود الأوتبوت اللي مربوط عندي هنا على الترانزستور. هذا راح أيضا يغير من تردد الدائرة نتيجة التأثير على الكواليتي فاكتور. عادة ما يلجأ مثل ما نشوفه هنا، عادة ما يلجأ إلى استخدام محولة تفصل اللود عن الأوسيليتر أو المكبر، وبهالحالة تكون عندي أعرف أنه ستيب داون ترانسفورمر، فاللود يطلع عندي مضروب في الان 1 إلى الان برايمري إلى الان سكندري تربيع، فالآر لود تظهر بشكل كبير بهذه النقطة، وبهالحالة أقدر أخلص من تأثير ممانعة اللود وممانعة الانبوت على الأوسيليتر. خلينا ناخذ امثله حتى نفهم شلون نستخدم الكولبتس اوسيليتر وشلون نحسب القيم. عندي المثال الاول اللي موضح بالفيجر اللي امامنا. مطلوب من عندي اول شيء determine the frequency of the oscillator، باعتبار انه الكيو اعلى من 10. بعدها اوج التاثير او قيمه التردد لما إذا تغيرت تكبير الدائرة بحيث صار عندي الكيو 8 وبعدين 4. خلينا نشوف تأثير الكوالتي فاكتور على التردد. يعني المطلوب من عندي لهذه الدائرة موجود عندي الفيدباك، الأول قيمته موجودة C1 وC2 موجودة قيمتهم. مطلوب من عندي أنه أوجد التردد لهذه الدائرة باعتبار الدائرة الكوالتي فاكتور أكبر من 10. بعدها إذا صار الكوالتي فاكتور 8 شقد التردد، وإذا صار 4 شقد التردد. بالحالة الأولى كل اللي أحتاجه أنه أول شيء أبدي أحسب السي توتال واللي هي متسعة C1 وC2 على التوالي، فراح تطلع عندي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم طلعت قيمة المتسعة اللي تظهر عندي بالسي توتال من قانون تردد الأوسيليتر اللي هو 1 over 2 pi جذر أو سي توتال. راح أحسب التردد واللي طلع عندي لهذه الدائرة 7.46 كيلو هرتز. الآن إذا أفرض الكواليتي فاكتور 8، إيش راح يدخل عندي بالقانون تحت الجذر كيو سكوير على كيو سكوير بلس 1؟ هذه قيمتها راح تكون بهالقيمة، والأوسيليتر راح يصير عندي التردد لاحظ 7.4 بينما كان عندي بمال الكواليتي فاكتور 7.46، يعني نزل التردد عندي. زين إذا صار الكواليتي فاكتور 4 أيضا أعيد الحساب، لاحظ شقد تغير عندك التردد، صار 7.24 بينما هو التردد الأصلي كان 7.46. نوع آخر من الأوسيليترز واللي هو based on Colpitts Oscillator اللي نسميه Clap Oscillator. الكلاب أوسيليتر هو نفس دائرة كولبتس أوسيليتر، لكن الفرق أنه أنا لاحظ الأنبوت والأوتبوت مربوطة بشكل مباشر للتيون سيركت أو للفيدباك سيركت. حتى أفصل الأل 3 عن الدي سي بايسنج راح أخلي سي 3 بمكان ما تكون في هالمكان، تفصل الدائرة كلها وأحتاج قيمتها عالية حتى تكون شورت سيركت، راح أخليها فقط مع الأل. بهالحالة لأنه أنا التيون سيركت التيار راح يدور عندي بهالشكل بالتيون سيركت أثناء الرانين، راح تكون السي 3 توالي مع السي 1 مع السي 2،
فالسي توتال راح تصير 1 over 1 over C1 1 over C2 1 over C3 والتردد هو نفس القانون يبقى 1 over 2 pi جذر أو سي توتال، لكن سي توتال تغيرت بوجود السي 3. زين، لو كان قيمة السي 3 قليلة، لاحظ عكس الحالة الأولى اللي كانت هنا تكون كبيرة بحيث شورت سيركت، لو كانت قيمة السي 3 قليلة إيش راح يصير عندي من هذه؟ لما المتسعات توالي وعندي وحدة من عندهم قيمتها قليلة جدا، تكون هي الإفكتيف بالفاينل كاباسيتنس مو، والمتسعتين السي 1 والسي 2 إذا قيمتهم أعلى بهواية من سي 3 راح تهمل. فشي صار عندي كأنه السي توتال هي ونو هي نفسها سي 3 إذا أهملت هذه التو تيرمز. لاحظ هذا ينطيني فد تميز للكلاب أوسيليتر اللي هو استقرار الريزونانس سيركت أو استقرار التردد بغض النظر عن اختلاف اللود. فشي يصير عندي المتسعة سي 3 هي اللي تكون كنترول للتردد مع الأل، وتهمل سي 1 وسي 2 إذا كانت قيمتهم أعلى بهواي من سي 3. خلي نأخذ مثال على هذا الأوسيليتر. بالمثال اللي أمامنا المطلوب من عندي ديزاين أكلاب أوسيليتر using standard component values. طبعا هذه احنا مرت علينا انه اكو عندي standard values، مو اي قيمة اقدر اجيبها، مثلا ما اقدر اجيب متسعة 1.05 مايكرو فارد او 1.1 مايكرو فارد، لا عندي قيم standard، ومن المقاومات ايضا قيم standard. فالمطلوب من عندي انه استخدم القيم الستاندر حتى اوجد كلاب اوسيليتر ينطيني تردد اراوند 1.6 ميجا هرتز، يعني بحدود الميجا 1.6 ميجا هرتز، مع معناها قيم المقاومات والمحاثات اذا ظهرت عندي مو الستاندر اخذ اقرب ستاندر لها. بما انه احنا راح نصمم دائره كلاب اوسيليتر، فاني اول شيء الجأ لانه اخلي السي 3 قليله جدا والسي 1 سي 2 عاليه جدا، لأنه هي هذه الغاية من الكلاب أوسيليتر، وإلا أرجع إلى الكولبيت أوسيليتر حتى أقل تأثير المتسعات على الأوسيليتر. إيش راح يصير عندي بهالحالة؟ أول شيء أخلي في بالي أنه قيمة C3 قليلة جدا، C1 و C2 عالية جدا، إذن هسا أنا أحتاج قيمة C3، عندي التردد محكوم ب C و L، فأفرض L أوجد C3، بعدها افرض قيم او خلي قيم سي 1 سي 2 عاليه جدا، صار الديزاين عندي مال الاوسيليتر. كنقطه بدايه جيده بما انه التردد عندي بالميجا هرتز، فافضل شيء انه اختار الال بالمايكرو هنري حتى يكون عندي قيمه المتسعات والمحاثه معقوله، لانه اذا اختار الال عالي راح تصير المتسعه السي 3 جدا قليله قيمتها بالبيكو او بالنا. فافضل شيء ابدي به كنقطه ستارتنج بوينت بما انها التردد بالميجا اخلي المحاثه بالمايكرو وابدي الديزاين. خلي نختارها في هذه الدائره ال تساوي ل 10 مايكرو هنري من القانون اللي هو ايكويشن 3.13. عندي السي 3 تساوي لي 1 اوفر L مضروب في 2 باي F نوت سكوير، طلعت عندي قيمة المتسعة 0.99 نانو فارد، فأستخدم الستاندر فاليو اللي هي 1 نانو فارد. الآن يجب أن أوجد قيمة C1 و C2 بحيث قيمتهم تكون أعلى بهواية من قيمة C3، فوحدة من القيم اللي هي أعلى أقدر أفرض أنه C1 و C2 هي 47 نانو فارد، بما أنه عندي 1 نانو فارد ف47 ضعف هواية فرق عن الواحد نانو فارد ما راح تأثر على قيمة المتسعة التوتال. ففرضت C1 C2 47 نانو فارد، أقدر أفرضها 100 نانو فارد، أقدر أفرضها 68 نانو فارد وهكذا، المهم قيمتها أعلى بهواية من قيمة الواحد نانو فارد. كمل الديزاين، لكن خل أشوف تأثير C1 والC2 شقد يغير لي ممكن التردد إذا استخدمتهم وحسبت بالقانون الفعلي المتسعة جقد الفاينل. خلي أحسب على هذا الديزاين مالتي، عندي C3 1 نانو فاراد، C1 و C2 هي 47 نانو فاراد،
ف 1 over C11 وكذا مضروبة في 10 أس 9 لأنه نانو فاراد راح تصعد للأعلى. ايش قد طلع عندي قيمة المتسعة الفعلية للمتسعات الثلاثة؟ 0.962. اوكي الآن أنا ليش رجعت عدت الحساب؟ لأنه أنا هسه سويت الديزاين بس اختاريت قيم أول شيء المتسعات مو بالضبط، واختاريت قيم متسعات هسه لازم أشوف فعلا التردد اللي أنا ورا ما خليت المتسعات هذه راح يكون قريب من 1.6 ميجا هرتز حتى أضمن أنه الديزاين صحيح مالتي. حسبت السي توتال، رجعت طبقتها بالقانون، طلع شقد عندي تردد الأوسيليتر الفعلي هو 1.623، وبما أنه أنا مطلوب بحدود الـ 1.6 ميجا هرتز إذن الديزاين مالتي أوكي وقيم المتسعات والمحاطة مقبولة.